الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام. وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت، وجه الرئيس السيسي أيضا بمواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية وتطوير السياسات التسويقية للشركات، ذلك للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات، إلى جانب التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص بما يعزز جهود التقدم والتنمية في مصر. استقبل وزير الخارجية سامح شكري وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والذي يعتزم زيارة العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الشهر الجاري. وذكرت الخارجية في بيان أن شكري حرص على استعراض أبرز التطورات في العلاقات المصرية الأمريكية، حيث تناول اللقاء الجهود المصرية الرامية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار. كما شدد شكري على ضرورة تكثيف كافة الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار باعتباره الهدف ذو الأولوية القصوى. كما استعرض وزير الخارجية موقف مصر فيما يتعلق بتحذير من مخاطر أي عملية عسكرية في مدينة رفح لعواقبها الإنسانية الكارثية، ورفض مصر التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه. أعلنت السلطات الصحية في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 7 مجازر جديدة ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 67 شهيدا و106 مصابين خلال الساعات 24 الماضية. وأشارت السلطات الصحية إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، مضيفة أن حصيلة ضحايا العدوان ارتفعت إلى 31112 شهيدا و72760 مصابا منذ 7 من شهر أكتوبر. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من عواقب تفشي الجوع في غزة، وشدد أدهانوم على الحاجة لضمان الوصول المستدام والآمن بشكل منتظم للمنشآت الصحية لتزويدها بالإمدادات التي تشتد الحاجة إليها لإنقاذ الحياة، مجددا الدعوة لوقف إطلاق النار. كما أضاف أدهانوم أنه تم توصيل إمدادات للقطاع لجراحة العظام والردود تكفي 150 مريضا و13 ألف لتر من الوقود للمستشفى الأهلي و12 ألف لتر لمستشفى الصحابة. أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تضامنه مع سكان غزة في رسالة وجهها للعالم مع بدء شهر رمضان المبارك. وقال غوتيريش أن الكثيرين سيحتفلون بهذا الشهر وهم يعانون ويلات الصراعات والتشرد والخوف، مضيفا أن روح رمضان في هذه الأوقات العصيبة هي منارة للأمل. كما دعا إلى أن تكون هذه الروح مصدر إلهام للجميع من أجل مواجهة الانقسامات ودعم المحتاجين والعمل ككيان واحد من أجل سلامة وكرامة كل إنسان. قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن القيود التي تفرضها إسرائيل على وصول المصلين إلى حرم المسجد الأقصى في القدس خلال شهر رمضان تدفع الوضع نحو الانفجار. وفي تصريحات لوسائل الإعلام الرسمية قال الصفدي إن بلاده ترفض الخطوة الإسرائيلية المعلنة بالحد من وصول مصليين إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان، مرجعة هذا لأسباب أمنية مع احتدام الحرب في غزة، مضيفا أن الأردن يكرر وجهة نظر الفلسطينية بأن مثل هذه القيود تمثل اعتداء على حرية العبادة. قال الفريق أول ركن ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش السوداني إنه لن تكون هناك هدنة في السودان خلال شهر رمضان ما لم تغادر قوات الدعم السريع المواقع المدنية. وشدد عطا على ضرورة ألا يكون لقائد قوات الدعم السريع أو لأسرته أي دور سياسي أو عسكري في السودان في المستقبل، مؤكدا أنه لا توجد هدنة في رمضان إلا إذا نفذت قوات الدعم السريع اتفاق جدة الذي تم توقيعه في مايو من عام 2003 بالخروج من المنازل والأعيان المدنية.
قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عندما تحدث عن رفع أوكرانيا للراية البيضاء كان يعبر عن تأييده للمفاوضات. وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث كثيرا عن استعداد موسكو وانفتاحها لحل كافة المشاكل من خلال المفاوضات، مشددا على أن ذلك هو المسار المفضل. وكان البابا فرانسيس قد صرح في وقت سابق بأن أوكرانيا يجب أن تتحلى بما أسماها شجاعة الراية البيضاء وأن تتفاوض على إنهاء الحرب التي بدأت قبل عامين وأودت بحياة عشرات الآلاف. ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الفيضانات والانزلاقات الأرضية في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 26 شخصا، إضافة إلى فقدان 11 آخرين. وتسببت أمطار الغزير الخميس بالكارثة، حيث فاضت أنهار واجتاحت الانزلاقات الأرضية المنازل. هذا وتعوق الأحوال الجوية السيئة وانقطاع الكهرباء جهود الإنقاذ، حيث يستمر هطول الأمطار الغزيرة. أقر زعيم الحزب الاشتراكي الذي يمثل يسار الوسط في البرتغال بيدرو نونو سانتوس بهزيمته في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد وشهدت منافسة شديدة. كما هنأ سانتوس التحالف الديمقراطي الذي يمثل يمين الوسط بالفوز الذي جاء بهامش ضئيل للغاية. ويتولى الحزب الاشتراكي السلطة منذ أواخر عام 2015، لكن معظم استطلاعات الرأي كانت تشير إلى تأخره خلف التحالف الديمقراطي منذ استقالة رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا وسط تحقيقات فساد تجرى منذ 4 أشهر. حصد فيلم أسيرة ذاتية عن عالم الفيزياء جي روبرت أوبنهايمر 7 جوائز أوسكار، من بينها أفضل فيلم في حفل الأوسكار الليلة الماضية، بعد أن جمع 954 مليون دولار في دور العرض بجميع أنحاء العالم. ومع بدء توافد النجوم للسير على السجادة الحمراء، ردد المئات من المحتجين المناصرين للفلسطينيين هتافات مناهضة للحرب، وأبطأوا حركة المرور في الشوارع المحيطة بمسرح دولبي في هوليوود. وكتب على إحدى اللافتات: في أثناء مشاهدتكم تتساقط القنابل. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش يوشك على إنهاء الجزء الأخير من الحرب بقطاع غزة. وأوضح نتنياهو لصحيفة بوليتيكو الأمريكية أن القتال لن يستغرق أكثر من 2 أو 4 أسابيع. في الوقت نفسه أكد نتنياهو أنه لا يرى أي اختراق في المفاوضات، لافتا إلى أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بدون إطلاق سراح المحتجزين.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيواصل الجهود لإيصال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة والعمل من أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار. وأكد بايدن في بيان بمناسبة شهر رمضان أن سكان قطاع غزة يعيشون مأساة كبيرة، مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل قيادة الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق البر والجو والبحر. مشاهدينا، عودة للخبر الأبرز واجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال، نتابع مع حضراتكم. سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتنفيذ حزمة الدعم الاجتماعي التي تم اتخاذها مؤخراً لدعم العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء القوانين المنظمة التي أقرها البرلمان بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين والسعي لاحتواء آثار التحديات الاقتصادية والتقليل من حدة تأثيراتها. كما اطلع السيد الرئيس على جهود الحكومة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في عدد من القطاعات، منها الدوائية والسياحية والغزل والنسيج والتشييد والصناعات الكيماوية والسيارات الكهربائية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع معدلات التصدير في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول في هذا الصدد الموقف الحالي للمشروعات في مختلف مراحلها التنفيذية ومدى توافر مستلزمات الإنتاج، وكذلك موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وجهود الترويج للفرص الاستثمارية في مختلف الأنشطة والقطاعات. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، ومواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية وتطوير السياسات التسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات، إلى جانب التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص بما يعزز جهود التقدم والتنمية في مصر. مشاهدينا، نهاية موجز الثالثة، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.